جبت شريط ولا ايه؟ هنكافئ بايدينا. هي بص بتعمل كده البيبي بتاعها، هي كده بتعمل بيبي اهي، خلاص هو ده اللي انا عايزه. هتكافئ والمره الجايه هنبقى ندي تريت تاني. اي بي كم طبعا مع الوقت هنعدل الداون دي الاب عشان تقعد سيت، وبعد كده تقول لها كم، فهتبقى كل حاجه باوردر بقى. اوكي يلا بينا. يو ادي ستوب. ما حسيتش ان ايدك ابتدت تشد شويه؟ طقطقت بس ما قلتش ستوب، كان ريفلكس يعني. تمام، واحده واحده كل ده هيتعدل وانت هتتعود على ده. ستوب يلا. حلو، اللي لاحظته ان في حماس طالع منك انت في هيل المره دي. كان في حماس؟ يلا. دي انا مش عايزها. اوكي. دي هي ابتدت تسبق معاك. اوكي. ماشي. فاهمني؟ يبقى هيل كمان بس من غير بالظبط. اوكي. الطاقه، هي طاقتك اللي جوه هي اللي هتطلع. ستوب. خد خطوتك هنا وادي ستوب. ستوب. ايوه ادي ست. اي في ست. اي في مش بصالك، حاول تستخدم صوابعك ان هي تبص. ايوه ست. ايوه ها تاني اهي. اي في. ايوه هتقعد اهي اهي. يس ممتاز، بس كفايه. ايوه رجعها تاني. ست. اي في ست. بص لو ملاحظ ان هي ابتدت ترجع لورا. انا مش عايز ده، هات كده ليش ثواني هوريك انا قصدي ايه. امسك كده الموبايل صورني. كل ده انت هتاخده هيبقى بتبقى محتاجه. اي في يلا كم. اي في يلا كم. جود. اي في يلا الست. اي في يلا الست. ها يلا. اي في يلا الست. اي في جود جيرل. ما رجعتش المسافه اللي بترجعها معاك. صح، بس عملت كده تماسك الليش قريب. انا ماسكه ما بداش مساحه اللي هو انت مش ترجع. انت بتسيبلها مساحه ان هي تعمل اللي عايزاه. ترجع. اوكي تمام. يلا حته تاني. يلا نكمل. لا ارجع تاني وعيدها لي تاني. ماشي عشان اتاكد ان انت تمام. كان في غلطه حصلت هنا خليني اصححها لك. أوكي. ان انت الليش بتاعك كان ايدك ورا كفايه ان هي تلف وتيجي من الناحيه الثانيه فتوقعك. اوكي فلازم يكون هنا. ماشي اوكي. ايبي كم. ايدك رجعت هنا لورا ليه؟ لازم لازقه. خليها جنبك. ماشي. بص بص بص. ايوه كويس كده. بص انت اول ما قلت ستوب المره دي هي قعدت. لا هتخليها على الشمال ولا على اليمين؟ خليها على الشمال. حلو جدا. ست. ما قلتلهاش ست فما اقدرش اقول لها. مش هنقدر نتكلم لان انت ما قلتش ستاي. صح. يلا تاني. كم. ستوب. هنا. اي بي. هنا هنا هنا. ايوه قدم شويه. ستوب. ممتاز. اي بي. ست. خليها تبص لك الاول. اي بي. بايدك، شاور بايدك. ايوه ايوه ايوه. اي بي. ايوه بص المره دي ولا رجعت وعملت ست على طول. أوكي. افتح الباب. تمام. اديها ستاي. ستاي. كل ده احنا ما اتعلمناش ولا اوردر. يلا خد الخطوات. تمام. واعمل نفس اللي عملنا فوق. تمام. الاول عاوز اقول لك على معلومه مهمه. ادي ستوب وادي ست وانزل بظهر ايدك حطها على الارض لمده 30 ثانيه. شوف انت هتتلسع. اديها ستوب والست وانزل او خليها كده عشان هي ما يحصلش حاجه لو الارض سخنه. انت بتنزل بظهر ايدك كده زي ما انا حاطط ايدي كده. ولمده 30 ثانيه شوف انا هتلسع ولا لا. اوكي لو اتلسعت هخش ومش هكمل تمشيه. اوكي عشان هي هتتحرق. فاهمني؟ ما اتلسعتش والدنيا تمام، لا خلاص انا هكمل. عايزك تجرب ده دلوقتي. 30 ثانيه يعني انت من الاول هتبتدي تحس بيها. بظهر ايدك. ايوه حلو جدا. كمل بقى التمشيه بالاتجاه اللي انت يريحك. لو يعني النقطه دي بس عايز اوديها تعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هتبتدي انت تاخدها بسرعه شويه يعني مشيها بس سريع يعني مشيلهاش. لا لا ما انت اكيد مش هتشيل. يلا وريني انت عايز تخليها تعمل في الجوردن اللي هنا. حلو جدا. انت تاخدها لحد هنا.
بنفس الرولز. انا مش عايز شد. بص هنا ابتدت تبص وتنتبه اكتر. لما تكون واقف وهي بتشد اقول لها ايه؟ المفروض انت بتبقى مدي ستوب وست طالما انت واقف. بس هو ايه يعني بتتحرك كده؟ كده غلط، دي مش واقفه. انا قلت لك الاول اديها ست ورجعت قلت لك لا وقف عشان لو الارض سخنه ما تتلسعش وهي بتقعد. اوكي فاهمني؟ لكن في الطبيعي انت هتقف اي في ست خلاص ستوب وست وستاي واقعد اتكلم وسلم واعمل اللي نفسك فيه. تمام؟ خلي بالك ان في عربيه جايه ولا مش تيجي. طب تمام ما جت شويه عندنا. ايوه ايوه اي في بالراحه اتكلم بقى هنا ككلام عادي. ستوب لا عادي انا محتاج انك تعمل ده وفي ناس لان احنا هنمشي هناك مش هقف هنا بالظبط. اي في ستوب ادي الست ست اي في اي في ست ست يلا اي في يلا يلا بسرعه اي في يلا ست جود جيرل ممتاز. يلا ستوب ستوب. بص مع كلمة ستوب انا كل حاجة بتثبت. ما تقولش ستوب وانت لسه بتاخد خطوة. فاهمني؟ هنا هي بتشد لازم تجيبها ست دلوقتي وفي ديستراكشن كبير هنا الناس. ايوه تاني خليك معاها ديها وشك الاول زي ما اتفقنا. اي في يلا اي في ها 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 ست. يلا الست انتي جود جيرل انتي جود جيرل يلا يا اي في اي في ها ها يلا يا اي في ست اي في ست جود جيرل. لما تحس ان الكلب بتقول له ست ويبتدي ياخد رياكشن انه هيعملها حاول تشجعه انه يفهم ان ايوه هو ده اللي انا عايزه. اوكي تمام. لو ملاحظ ان هنا بقى مفيش الشد على الناس اللي كانت هتشده له في الوقفه الطبيعيه بتاعتها. تمام يلا كمل عليا. اي في كم طبعا انا اعذرها لكل ديستراكشن ده لان هي ما بتشوفش ده كتير. اي في اي في لا هي مش مركزه معاك عشان تسط. بص 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 ايوه اول ما ابتديت تقف في اتجاه ديستراكشن خلاص هتقعد. خليها بقى تيجي هنا ووقت ما هتيجي عشان تعمل حمام انا بمسك هاند الليش بس وبسيبها تتمشى وتشمشم عشان تعمل حمام بتاعها. انا بقول لها كلمه معينه علشان تعمل البي بي او جو بي او كده. ممتاز. اي بي كم ما تسيبش الشمشمه تحصل غير لما توصل للمكان اللي انت عايزها تعمل فيه. كمل بقى عايزها تعمل فين بالظبط. اي في عايز اقول لها ست بعدين عايز اقول لها تمام. اي في اي في اي في يلا ست ست ركزي اي في اي في يلا ست ها 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 جود جيرل. لما بصت لي قعدت. هو ده لازم الاي كونتاكت بالظبط. يلا جو اي في اي في جو بس هنا تبقى براحتها بقى. هنكافئ بايدينا. هي بص تعمل كده البيبي بتاعها. هي كده بتعمل بيبي اهي. خلاص هو ده اللي انا عايزه. هتكافئ والمره الجايه هنبقى ندي تريتس.